اليسرى جيراسيس بملعب ميلود هدفي بوهران. هذا الحضور الجماهيري من أجل نعود بعد دقيقة صمت. إبراهيم والمنتخب الغيني تنطلق المواجهة في هذه اللحظات مشاهدنا الأفاضل بملعب ميلود هدفي بوهران. من دون أن أنست بالترحيب بمنتخب غينيا حذاري من بدران، كرة صعبة خطيرة ولكن انطلاقة في غفلة من محور الدفاع. اضطراري ومبكر للمنتخب الوطني. عيسى مندي في مشاركة الدولية الفرنسي ديدي ديدي 6 ثم مباشرة تحول إلى نمبر 1 الدكة. يبحثون عن ثغرة هي فرصة الهدف الأول. دائما يبقى الخطر. جول جول جول. خلتها هدف وقية. كرة أولى ضاعت، فرصة أولى أهدرت وفرحة الواحد سفر تتعجل مرة أخرى عن طريق بلال إبراهيمي. وير منظومة اللعب وكذلك العودة من جديد. هنا فرصة خطيرة صعبة مرة أخرى. محاولته أخطأت مرمى الحارس مصطفى زغبة مرة أخرى في محور دفاع جزائرية مرة أخرى. إسماعيل بن ناصر البحث عن العرضية هنا بالراس. كرة أخرى خطيرة. شوف حطها له فوق راسه هنا سيلا إسياغا ضيحها أدم الناس استرجعها تعود جزائرية مرة أخرى. كرة في الانطلاق، كرة في الانطلاق. أدم الناس في الاختراق راح من هناك. أدم الناس محاولة المراوغة ولكن شوف هنا أدم الناس في الانطلاق في الاختراق يتحصل على مخالفة. ناس دائما في تنفيذ كل بعض التغييرات وتجريب لاعبين آخرين في المرحلة الثانية. تسديد إسماعيل ولكن راحت بين أحضان الحارس. ضايع كثير هنا الكرة الأخيرة المحاولة.